ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا انا ببيع بالقسط تمام. فهل دلوقتي انا لو اتفقت مع عميل معين على نسبة يعني على سنة معينة وعلى نسبة معينة وبعد كده جه قال لي لا انا هدفع على مثلا على 3 شهور او 4 شهور هل كده يجوز ان انا اخفض من النسبة من المبلغ الاجمالي ولا طالما اتفقنا الاول على مبلغ لحد السنة يبقى هو الثابت؟ هناك مسألة يسميها العلماء ضع وتعجل، صورتها أن شخصا ما مدين لشخص آخر بألف مثلا إلى سنة، فيأتي ويقول له أنا أسلمك الألف قبل انتهاء السنة بستة أشهر وتخفض لي المبلغ. ضع وتعجل، اختاروا رأي ابن عباس القائل بالجواز والله أعلم. إن جزاكم الله خير. وياكم.